أوزان بالأرقام، وإنما قضية القدرة والتفاعلات والحضور السياسي. يعني الإطار كله كان في قبال السيد مقتدى الصدر، وهذه الجزئية ربما أنه تجعل الندية دائما اللي يستثمرها السيد المالكي في أنه كان رئيس الوزراء ضد الصدريين، لذلك البقية ما يريدون يطلعون، واللي يريد يأخذ هذه المساحة حقيقة أنه هو ند للصدريين، الصدريين ما يعطون هيش مساحة، ما يخلونه بندية أنه هم عندهم ندية ويا المالكي. واضح المساحة اللي جاء أخذها الإطار. لا أنا بالعكس، غياب الصدر، أن الآن هذه النقطة المهمة اللي أريد أقول، غياب الصدر خلى أنه هذا الإطار هو مو إطار. يعني هذه مجموعة من القيادات تشكلت بعنوان لتقسيم الحصول على المناصب العليا بالسلطة، لا استراتيجية واحدة، لا هدف واحد، لا خصومات، الاختلاف على يعني أول مرة أعتقد أنه يكون بهذه الطريقة يتحدث قيادي وزعيم داخل الإطار مهم في خصومة أخرى لقيادي وزعيم مهم وهو السيد فالح الفيار. أنا ما أعجب ندية ترى سعد، أشوف أقول لك شيء ثاني. شيء الشيخ قيس هسه يتقبل النقد، هو متقبل أهمين يعني ما عنده مشكلة هاي، بس يجوز الولد موجودين على النقطة المهمة. هي الخشية انه العصاب خافة تلجأ للقضاء، لا زين تلجأ للولد. النقطة المهمة التحول هذا البارحة علنا نهدد بها شو هذا التحول. يجوز افهم انت بغير شكل، شنو بغير شكل؟ والله انت شاطر بالتأويلات. خلي يجي شيخ علي حاتم، بس الويلات موجودين. صدق هسه احنا يعني صدق الاصائب وصادقون كل شويه القانون. لا وين القانون؟ طبقوه، ما عندنا مشكله بقرار شورى الدوله على كل ما تجاوز القانون. صح، بس اكو النقطه المهمه اللي اريد اقولها حقيقه، التفكير بهذه الطريقه والطرح هذه الخصومات يعني جاي يعطي انطباع انه الصدر من وحد عنوان اسمه الاطار، والا ماكو ضروره انه يتحدثون باطر قانونيه بخصومه. انا ما عندي مشكله حقيقه، اكو اشكاليات على مواقف، نفس الوقت اكو اشكاليات لازم تطرح على من كان عنده قناه تلفزيونيه ويعلم شلون تصنيع العبوه.